ويعتمد هذول تلقائيا الثلاث منتجات على كمية الهيدروجين أو نسبة الهيدروجين بالنسبة لكربون مونوكسيد، وتحدثنا فيها عن الكاتاليست إلى آخره. وتغلنا في المحاضرة نفسها عدة نقاط خاصة في الميكانيزم. ذكرت في الميكانيزم إن الميكانيزم هاي بتمر من خلال كاربونيليشن أو كاربون مونوكسيد اتاتشمنت، ثم هيدروجينيشن، ثم بروتونيشن، اوليغومرايزيشن الى اخره، وكيف ينتهي التفاعل. ذكرنا عن الانترميديات، it is a carbene intermediate. وين الكاربين انترميديات؟ لاحظ الان في هذه السكيم الموجود امامك، هذا هو الكاربين انترميديات. هون جزء لاحظ بانه يوجد هذه طبعا ذرات الحديد الموجوده على سطح الكاتاليست. الكاتاليست عباره عن باودر من الحديد، حديد ايرون اف اي زيرو تشارج، خلنا نقول بشكل برادي ناعم جدا، فيري فاين باودر. الفيري فاين باودر هيتشكل هون حديد، وبعد العمليه الكربونيليشن او الكربون مونوكسيد اتاتشمنت صار هيدروجينيشن لهم، تحول سي او الى سي اتش 2. الأكسجين هذا مع الهالوجين خرج بشكل H2O. هلا هذا هو الكاربين. هتلاحظ هون إنه عدد الروابط مع الكربون ثلاث روابط، اثنتين مع الهيدروجين، واحدة مع الحديد، وفي لون بير. اللون بير هذا ممكن يكون أيضا يشكل دبل بوند بين الكربون وبين الحديد، يعني يجي اللون بير بين الثنتين هون، بتصير هاي زي كأنها دبل بوند، ايرون دبل بوند سي. هذه هي الكاربين، اين اين يعني في دبل بوند، اي معنات الاين كاربين. فهذا انترميديت. وذكرنا طبعا انه في عمليه انسيرشن رياكشن، والعمليات الان تتم حتى ننتهي فيها الى اشكال مختلفه بما فيها الماده الكحوليه وما فيها الماده الهيدروكربونيه. في المحاضره الماضيه ايضا دخلنا في نوع آخر من الرياكشنز. هذا الرياكشن يعتمد على أيضا كربون مونوكسيد، اسمه هيدروفورميليشن رياكشن. أيضا هذا البروسيس اسمه أوكسو بروسيس. هلا ننتبه على الكاتاليست. الكاتاليست في الحالة السابقة كانت عبارة عن باودر من الحديد أو باودر من النيكل أو باودر من الكوبالت، أو في حالة الساسول بروسيس كانت عبارة عن ايرون اوكسايد او اللي هو اكسيد الحديد المغناطيسي، ماجنتيك اوكسايد، ايرون اوكسايد. اليوم الهيدروفورميليشن رياكشن هو الاوكسو بروسيس. هذا الاوكسو بروسيس الكاتاليست تاعه كليا مختلفه. هذا عباره عن كومبلكس، لاحظ الان هذا الكومبلكس. هذا الكومبلكس تشكل من المعدن تاعه الروديوم، ار اتش روديوم، عليه اربع ليجانز. الليجند الأولى هيدروجين كوبالت مونوكسيد واحدة، وترايفينيل فوسفين تنتين، ترايفينيل فوسفين تنتين. هذا هو الكاتاليست. هلا في كاتاليست أخرى كلياتهم يجب أن يحتووا على، مرة ثانية، يحتووا على هيدرايد أند كربون مونوكسيد. منهم مثلا لنفترض طلع على هذه الكاتاليست، الكاتاليست هذه فيها الكوبالت، هذه فيها كوبالت 4 سي او وهيدرايد. انتبه الان على الروديوم هون، ايش الاكسيديشن ستيت تاع الروديوم؟ الاكسيديشن ستيت تاع الروديوم 1 بلس. سي او نيوترال، ترايفينيل فوسفين نيوترال، بعدين الهيدروجين هون اتس ا هيدرايد اتس ا ماينس 1، فالروديوم بصير هون بلس 1. الكوبالت هون كذلك، كوبالت، انتبه على الفرق ما بين كتابة كوبالت وكربون مونوكسيد، سي او سمول او، سي او كابيتال او، كابيتال او يعني كربون مونوكسيد. هذه هيدرايد ماينس 1، كوبالت بلس 1، الكربونيل هذول الأربعة كربونيل كلهم نيوترال. الأول بيشتغل low temperature low pressure، الثاني بيعطيني straight chain
aldehydes and alcohols. تانيل هو بتاع الكوبل بيعطيني هاي برانش بده بس هاي تمبرتشر اند هاي بريشر. انا اخذت الرياكشن ككل. ايش الرياكشن الان؟ رياكشن هو عباره عن مركب الكين يحتوي على دبل بوند كربون مونوكسيد وهيدروجين يعني السنغاز. وين بتصير الان عمليه الكربونيليشن؟ عمليه الهيدروفورميليشن هي الكربونيليشن هيدروفورميليشن بدي تزداد السلسلة هذه بكربون إضافي. هاي الكربون الإضافي إذا أضيف الكربون الإضافي طبعا بشكل ألديهايد على الكربون رقم واحد هذه هي الكربون الأخيرة CH2 الأخيرة فهذا بصير تيرمينال. إذا أضيف على الوسطية هذا يعطيني هذا برانش يعني كأنه هذا CHO مربوطة مباشرة مع الكربون اللي هي الوسطية هذه. وجود هيدروجين اضافي بصير ريدكشن لهذول بتحول الى كحول لان تذكر الكحول اوكسيديشن بيعطيك الديهايد الاوكسيديشن بتعطيك كربوكسيليك اسيد الريدكشن برجع ارجوع من كربوكسيليك اسيد لالديهايد الى الكحول. هذا الان بالنسبه للهايدروفورميليشن رياكشن. هذه المواد الان اللي هي عباره عن في الاوكسي بروسيس في الهايدروفورميليشن رياكشن اوف اولفينز لاحظ ان الكاتاليست هذا It's a homogeneous catalyst. هذاك heterogeneous catalyst. Homogeneous يعني في داخل المحلول يعني في هذا من دوبه بالماء. البرودكت الناتج اللي هي الكحول أو الألديهايد ستطفو على السطح نتيجة إيش؟ إن الصولابيليتي بتاعها منخفضة والدنسيتي بتاعها أقل من الماء فتطفو على سطح الماء ويمكن عزلها by extraction. السكيم الآن اللاحق اللي هو هذا هو السكيم هذا اسمه رياكشن سكيم أو رياكشن سايكل بدأ فيها من المركب الآن اللي هو عبارة عن المركب اللي هو التالي. إيش هو هذا؟ CO هذه كوبالت كاربونيل كاربونيل هاي أربعة كاربونيل وعليهم واحد هيدرايد. هلا لأي كاتاليست في إشي اسمه أكتيف فورم وفي inactive form. الactive form اللي هو بيبدأ في التفاعل يعني هو النشط للتفاعل. الinactive form ما قبل التفاعل كان هذا هو عبارة عن مرة تانية كوبالت كبرت هذا عشان أشرحها بشكل أكبر كوبالت CO 8 times هذا عبارة عن دايمر دايمر اوف كوبالت كاربونيل. الهيدروجين في السنغاس لما بدخل على هذا هذا هو الانكتف CO 2 CO 8 times لان الاكتيفيشن بصير من خلال الهيدروجين. هي دخل عليهم الهيدروجين وصار حول الكوبالت مباشره 1 2 3 4 كربون مونوكسيد هم الكاربونيلز ودخل الهيدروجين از هيدرايد مباشرة في الاكتيفيشن هذه مباشرة بتخرج one of the carbon monoxide. ليش؟ لأن الكربون مونوكسيد هوني بحاجة إلى أربع روابط وليس خمس روابط هي صار أربع روابط. هلا العد الإلكتروني حول الكوبالت هوني كان 18 مرة ثانية كان 18 صار لأنه نقص واحد منهم صار 16 إلكترون فهذه كلمة 16 إلكترون 16 electron is unstable oxidation state للكوبالت واحد الهيدروجين ذكر انه minus one. هلا هون بدخل الاولفين دخل الاولفين على هذه الانترميديت فسوى اشي اسمه باي كومبلكس. شو الباي كومبلكس؟ الاولفينز هذا اللي هو الالكينز الدبل بوند اللي هي غنية بالالكترونات تداخلت مع الكوبالت أعطت الكوبالت 2 إلكترون فصار الآن قديش عنده الكوبالت 18 إلكترون لأنه هذا من خلال الباي سيستم الرابطة صارت عشان يقسم هذا باي كومبلكس. الأكسيديشن ستيت لازالت واحدة لأنه CO نيوترال CH2 نيوترال الH ماينس اللي هو الهيدرايد. هلا مباشرة شو اللي صار الآن؟ الكوبالت ما بتحتمل هذا العدد من الروابط
فعمل الآن insertion reaction. شو insertion reaction؟ CH2 هذه CH2 دخلت ما بين الكوبالت والهيدروجين. شو صار الآن؟ صار عندي COOOCOCOCO هاي الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة بقوهم، ودخلت هذه مباشرة وتشكل عندي إيش هون؟ شكل عندي CH2CH3. من هذا الجزء من الكربونيل من مركبات الألكين، والهيدروجين اللي هو الهيدرايد هاي صار هيك. هلا مباشرة بدي أدخل كمان مرة لأنه في كميات كبيرة من CO، دخلت CO، لما دخلت CO رجعتهم ل 18، 16 رجعت 18، الأكسيديشن ستيت ما تغيرت، ضلت الأكسيديشن ستيت نفس الشيء. إيش الآن تشكل عندي هون؟ شكل عندي مباشرة اللي هو الرابطة مباشرة اللي فيها 18 هاي كربونيل، هاي صاروا 4 كربونيل و 4 كربونيل. هلا واحدة من الكربونيل لأنه بتحملش هذا العدد من الليجانز، واحدة من الكربونيل بدي يصير انسيرشن وين؟ بين CH2 CH3، هاي دخلت واحدة منهم في داخل هذه البوند، فتشكل إيش صار هذا الجزء؟ هذا صار C دبل بوند O، وهذا هو الجزء. هلا دخل عليهم الهيدروجين، رجع الآن غير الأكسيديشن ستيت، ورا تاني هاي في هيدروجين، هاي الهيدروجين التنتين اللي دخلوا as H2H2، بعدين لأنه برضو بيحتملش هذا العدد عزل مباشرة هذا الجزء، هذا الجزء CH3 CH2 CO مع واحدة من ال H كبرودكت، وكمل الرياكشن مرة تانية إلى CO 3 كربونيل هيدرايد. تذكر الآن لما بكون في عندي 18 إلكترون سبيسيز، هاي 18 إلكترون في 16 إلكترون، 16 إلكترون is unstable، reactivity بتاعها عالي جدا. هذا هو الكاتاليتيك سايكل، هذا فورميليشن. هلا نجي مباشرة هون للحديث عن مركبات أخرى. مركبات أخرى مثلا ممكن تحضيرها من كربون مونوكسيد، منهم إثيلين غلايكول. شو الإثيلين غلايكول؟ هاي سي او، هاي طبعا السين غاز. إثيلين غلايكول CH2CH2OH على الذرة الأولى الكربونية الأولى، وعلى الكربونية الثانية الكربون الثاني. طبعا هذا هو الغلايكول، بمر طبعا في مرحلتين هذا الرياكشن. المرحلة الأولى بتشكل فيها كربون مونوكسيد مع هيدروجين بتشكل هذا الجزء، هذا الجزء الأول بتشكل هو هيدرو فورميليشن، لكن بدون وجود الألكين، بدون وجود الألكين. مرة تانية مع كربون مونوكسيد وهيدروجين سينغاز، أنا حطه بالأحمر، هيتفاعلوا مع بعض هشكله الألديهايد، نتو هذا المركب يتفاعل وكأنه عبارة عن ألكين. هيدروجينيشن لهذه بيعطيني الكحول اللي هو البرودكت اللي هو الإثيلين غلايكول. طبعاً دي ممكن تأخذها مباشرة كرياكشن مستمر كامل، هذا هو رياكشن بكامله، لكن هذه هي التو ستيبس حتى ينتج هذا المركب. الكاتاليست هون عبارة عن روديوم كاتاليست 400 اتموسفير و 230 ديجري سنتيغريد، هذا روديوم كاتاليست. طبعاً في بدائل للروديوم كاتاليست بس الآن هذا يكفينا. نجي الآن مباشرة إلى المركب اللي بعده، ميثينيشن. ميثينيشن اللي هو تحويل كربون مونوكسيد والهيدروجين إلى ميثانول، أو سوري مش ميثانول، غاز الميثين، غاز الميثين. طبعاً حنشاهد هذا عكس الآن الستيم ريفورمينج، عكس الستيم ريفورمينج. إيش الستيم ريفورمينج؟ ستيم ريفورمينج إنك بدك تفاعل CH2 مع H2O ستيم على درجة حرارة عالية، فينتج لك مباشرة إيش؟ CO وهيدروجين، هذا اللي هو السينغاز، هذا هو السينغاز. هلا عدنا السينغاز مرة ثانية لإيش؟ لميثين. هلا ممكن يكون في رياكشن أيضا مشابه، هذا رياكشن بديل عن CO2 ممكن يتشكل CO2 مع الهيدروجين أيضا يتشكل CH4، هذا الرياكشن مرة ثانية ميثينيشن رياكشن. كل مركبات اللي فيها هيدروجينيشن، مرة ثانية هيدروجينيشن، يتذكر دائما إنه
الكاتاليست نيكل أو بلاديوم أو بلاتينوم. الحرارة تقريبا ضمن 200 ل 300 مئوي و 10 أتموسفير. لو بدك الآن تعمل ستيم ريفورمينج، لا الحرارة أعلى كثير من هذا الرقم لأنها بتكسر روابط كثيرة جدا. هذا هو الميثينيشن. الرياكشنز الهامات جدا أيضا المنتجة أيضا من السنغاز اللي هو عبارة عن production of methanol، تحويل مرة ثانية سنغاز إلى ميثانول. هاي CO مع هيدروجين. لاحظ الآن السابق كان CO مع هيدروجين لكن الظروف مختلفة. هون تشكل عندي الميثانول، هاي الميثانول in the liquid form. هلا ممكن الآن مع CO2 كمان يتشكل CO2، أيضا يتشكل عندي الميثانول. هلا طلع الفرق ما بين الكاتاليست في الحالة السابقة والحالة هذه. الحالة السابقة شو عطاني CH4، هلا بيعطيني CH3OH، يعني الهيدروجينيشن is not complete، هوني أقل بدرجة، يعني هوني تحولت CO ل CH2O أول وحدة، بعدين الفورمالديهايد، بعدين تحولت إلى الكحول، بعدين إذا كملت هيدروجين كان أكثر من هيك وكاتاليست مختلف يتحول هذا إلى إيش؟ إلى CH4. Condition هوني zinc chromium oxide. دائما إذا بدك الآن مركب كاتاليست يعطي مباشرة منتج يحتوي على الأكسجين، غالبا بيكون الكاتاليست يحتوي أيضا على الأكسجين. هذا طبعا هوني الكابر على هاي الحرارة مباشرة، مباشرة هو الحالة بيكون متأكسد وبيحول الأكلية مباشرة إلى أكسايد، طبعا أكسايد بسيط. هلا نجي لأهمية هذا الميثانول. ميثانول ranks among the top 20 organic chemical consumed in industry. في الكيميكال اندستري، الأورجانيك كيميكال اندستري، في رانكينج للمركبات الكيميائية لأهميتها. الميثانول بيجي ترتيبه تقريبا ضمن 20 أهم 20 مركب عضوي. السبب الرئيسي أنه هو يمكن تحويله بأشكال مختلفة إلى مركبات إضافية مختلفة. هنشاهد طبعا 4 أو 5 من هذه التغيرات اللي ممكن نحدثها على الميثانول لإنتاج مركبات جديدة. طبعا هوني ذكرت أنا حوالي 35 مليون طن من الميثانول ينتج سنويا، حاليا أكثر من هذا الرقم بكثير، هذا الرقم حوالي إلى 5 سنوات أو إلى 10 سنوات القديمة، وأنا هلا حاليا فوق 50 مليون طن. طبعا من مصدرنا بالأساس لهذا المركب من السنغاز. سابقا هون كتبت بس هذه كنقطة، سابقا الميثانول كان نحصل عليه من الديستركتيف ديستيليشن اوف وود. الخشب اذا بديت تعمل له عمليه ديستيليشن ترفع حرارته بمعزل عن الاكسجين تحطم تركيبته الكيميائيه، ينتج كبخار من خلال تحطيم الخشب الاخشاب ماده الميثانول، فكان يحصل عليه بهذه الطريقه. حاليا كلياته يحصل عليه من كربون مونوكسيد من السنغاز. ميثانول أهميته كان بيبلندد مع الجازولين، هذا حكينا عنها سابقا لما تكلمنا عن الوقود الفيول الفصل فيولز كاز هول أزا كاز هول. هلا يمكن أنك تحول الميثانول لأشكال مختلفة، ممكن تحوله لأستيك أسيد، ممكن تحوله لألديهايد، فورمالديهايد، مونوكلوروميثين، MTBE، مثل تيرشري بيوتيل إيثر، تيرشري أميل ميثانول مثل إيثر، DMC، DMC اللي هي ديميثيل كربونات هشرحها، CH3NH2، MTG، MTG ميثانول تو غازولين، ميثانول تو غازولين، يعني تحول الميثانول إلى مادة بترولية غازولين اللي هي مادة البنزين. يعني كل هذه البرودكتس طبعا ممكن تحويل الميثانول إلها. هنشاهد بعضهم الآن.
منهم هذا كلياته يتبع مين هلا البرودكتس اللي ممكن تحضيرها مباشره من ايش من الميثانول. طيب الان اول شيء على الفرق ما بين الميثانول والبرودكت دائما طلع لي CH3OH انك تحولها CH3COOH شو بيلزمك؟ بيلزمك هذا الجزء في كمنتج. منين بدك تجيب هذا الجزء؟ من كربون مونوكسيد. ايش اسم هذا الرياكشن؟ كاربونيليشن، كاربونيليشن بروسيس. اكبر شركه منتجه له شركه مونسانتو، هذه من كبار الشركات الامريكيه البتروليه اللي بتقوم في عمليات تحضيرات لمركبات بكميات تجاريه وكبيره. لهذا السبب اسم هذا الرياكشن حسب اسم هذه الشركه. كونديشنز تاعه كوبالت حراره معتدله 250 70 اتموسفير. يمكنك طبعا تستخدم معها روديوم ومثل ايضا از بروموتر. حكيت شو معناته كلمه بروموتر؟ بروموتر ان تو بروموت ذا رياكشن، تو ستارت ذا رياكشن. اف يو يوز روديوم مع البروموتر هذا بنخفض معك الحراره وبنخفض معك ايضا الضغط. لاحظ الان في الحاله الاولى الكوبالت 250 70 اتموسفير. اذا اخذت بدل الكوبالت روديوم واستخدمت البروموتر تاعه، بروموتر معاه هيو 150 خفضت الحراره وخفضت ايضا الضغط. التوفير هون جدا هام لانه البرودكت المنتج هو بصير مهم جدا. هلا ايش اهميه مباشره المركب اللي هو الاستيك اسيد؟ الاستيك اسيد اللي هو الخل. لكن هون بيجي بهمنا احنا مباشره الان انه هل يظهر هذا في برودكتس مختلفه؟ نعم هذا يظهر في عده برودكتس. بيظهر الان وبيهمنا جدا هذا من في تحضير فينيل اسيتيت. فينيل اسيتيت من المركبات البوليمرز، لما تصير عليها بوليمرايزيشن بصير بولي فينيل اسيتيت. الفينيل اللي هو عباره عن CH2CH2، فينيل اسيتيت CH2CH هي الاسيتيت، هذا هو الجزء اللي هو الاسيتيت. الاصل في هذا المركب بولي فينيل الكحول. شو البولي او الفينيل الكحول؟ شو الفينيل الكحول؟ CH2 دبل بوند CHOH. CHOH هذا فينيل الكحول. كيف بتحوله لفينيل اسيتيت؟ فعله مع الاستيك اسيد زي استر، فهذا هو الاستر. استر لايش الان؟ للفينيل الكحول. طبعا تقدر تعمل له بوليمرايزيشن. هذا بيعطيك ماده قاسيه جدا شفافه، هي الماده التي تصنع منها مره ثانيه، تصنع منها العبوات بعضها طبعا، عبوات البلاستيكيه الشبيهه بالزجاج. فعشان هيك واحد من المكونات الرئيسيه لما يسمى ب اورجانيك جلاس. اورجانيك جلاس طبعا تقدر تحضر، هذا هو الخل، تحضر كل اشكال الاسترز مفاعلاتهم مع انواع مختلفه من الكحول. تقدر تعمل له انهايدرايد، تقدر تحضر منه ترثاليك اسيد، ترثاليك اسيد حنشاهد هذا فيما بعد، وكاربوكسي مثل سيلولوز سي ام سي. ايش الان كاربوكسي مثل سيلولوز؟ السيلولوز دائما اللي هو عباره عن ايش؟ عبارة عن حلقات سكرية تحتوي في الخارج على مجموعات OH. إذا فعلت مجموعات OH كمجموعات كحولية مع الخل بتصير عندك كاربوكسي مثل. كاربوكسي مثل، كاربوكسي مثل لأنه على المثل جروب تاع السيلولوز هو بيتم التفاعل بشكل مباشر. عشان هيك المنتج هذا CMC. CMC من المواد الهامة التجارية وإلى استخدامات متعددة في الأغذية بشكل عام. في الأغذية
هلا هون في كاتاليست اخر في رياكشن في عمليه تحضير الاستيك اسيد، لكن هذا هو المونسانتو بروسيس. هلا هون بيدخل اكثر من رياكشن واكثر من شيء، هذه السايكل مش مطلوبه منك، هذه السايكل ميكانيزم تاعها مش مطلوبه منك، لانه هذا في اكثر من نوع من انواع الانترميديت، جزء منكم جزء ما درس كاتاليسيس عشان يكون صعب عليكم. اجي الان للي بعدها مباشره، الان تحضير الفورمالديهايد. ايش بيلزمك الان حتى تحضر الفورمالديهايد؟ بدك معناته اول شيء هي الماده الاساسيه اللي بنتكلم عنها، احنا دائما نحكي هلا عن ايش، تحويل الميثانول الى، هي حولنا هي ميثانول هي الفورمالديهايد. كيف بدك تسوي؟ لازم تاكسده، الان كفايه الاكسده من الاكسجين من الهواء، فاذا اكسدته من الهواء، لكن شرط الان الكاتاليست اللي عباره عن سيلفر غاز، الغاز اللي هو عباره عن شبك من الفضه، شبك على 500 مئوي، ممكن استخدام حديد مع مولبدنوم اوكسايد الى اخره بظروف مختلفه، الاشهر اللي هو الاول، هذا هو الاكثر شهره اللي هو استخدام مره ثانيه السيلفر غاز على 500 مئوي. ايش اهميه الان المركب هذا الناتج اللي هو الفورمالديهايد؟ أهمية الفورمالديهايد إنه you can condense it with phenol, urea and melamine to produce resins. هلا جوز نسمع في كلمة فورمايكا اللي هي دائما عبارة عن مادة تحضر أساسا من الفورمالديهايد مفاعلته مع اليوريا، مفاعلته مع الميلامين أو الفينول. هذول الآن بشكلوا لي مباشرة مواد صلبة بوليمرز، مواد صلبة، هذه المواد الصلبة كتير هامة جدا في صناعة المواد القاسية، منها الميلامين، منها الميلامين المشهور. المادة الأساسية تاعت الميلامين اللي هي عبارة عن ترايزين، حلقات الترايزين عليها ثلاث مجموعات، مجموعات NH2 مجموعات خارجية. الان هذا هو الميلامين، تفاعل اليوريا مع الفورمالديهايد او الميلامين مع الفورمالديهايد او الفينول مع الفورمالديهايد، هذا بشكل مواد قاسيه جدا، مواد قاسيه جدا، بوليمرز قاسيه جدا. نقطه التفاعل دائما في هذه المركبات اللي هي الالديهايدات بالذات اللي هي الجزء الكربونيل، هذا الجزء الكربونيل لمنطقه هون بحط هون انا دبل بوند عشان ننتبه على انه الرياكشن دائما قوي جدا في هذا المكان. هلا هذا الكوندنسز الان مع اسيتالديهايد in the presence of NOH to produce polyhydric alcohol. Polyhydric alcohol وهذا عبارة عن بوليمر جديد. البوليمر الجديد هذا من يسمى الكيد. الكيد لاحظ الان هذا مجموعة كبيرة جدا تحتوي على مجموعات الـ OH group. مجموعات الـ OH group. هذا جزء مهم جدا. ايضا بصير له كوندنسيشن، لاحظ مع ايش؟ مع الامونيا. اذا اجتمع مع الامونيا بشكل مركب هايلي كروسلينك، مركب بهذا الشكل. هلا لاحظ الان كل كورنر من هذه فيها ايش؟ كربون CH2. هذا المركب من المركبات اللي ايضا تستخدم، تسمى هيكسا ميثيل او ميثيلين تترامين. تترامين أربعة أمين، هاي الأربعة أمين هكسا ميثيلين، هاي CH2 اسمه ميثيلين، هدولي هكسا تمانية، هكسا ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هاي السادس ستة. هذا بنتج من مفاعلة فقط الفورمالديهايد مباشرة مع الأمونيا. هلا شو بنلاحظ من هون؟ لاحظ بأنه تفاعلاته نشطة جدا مع كل المركبات التي تحتوي إما أو الفينوليك أو تحتوي على NH2. اليوريا فيها NH2 والميلامين كذلك. إيش اليوريا؟ NH2 C double bond O NH2، هذا هو اليوريا. كوندنسيشن بيصير بين النيتروجين والهيدروجين، نفس الشيء في هذا الحال. هون الكوندنسيشن هون عبارة عن
البوليهيدريك هذول الكوندنسيشن مع الالديهايد، مش بالضروره كمان الاسيتالدهايد، بس انشط واحد الاسيتالدهايد لما بصير كوندنسيشن مع بعض من بعض. هلا اذا بتاخذ مباشره اي كربونه، هذه الكربونه اللي هي نفس هذه الكربونه هون بحط عليها احمر، وهذه الكربونه بحط عليها ايضا احمر. لاحظ الان CH2OH جاي من هذا الطرف، من هذا الجزء. على اي حال هون بيجي لمركب اخر، ايش هذا المركب؟ استبدال مجموعه OH جروب بCl، هذا طبعا بوجود HCl. طبعا بيلزمك كاتاليست، دائما كاتاليست بيكون في معدن مع في كلور. لا يتفاعل نفسه ما بصيرش بدون هذه الكاتاليست. لاحظ الان حراره لتكسير روابط الكربون والاكسجين عاليه نوعا ما، واتموسفير لانه هذا سائل نوعا ما، وهذا ايضا سائل او هذا عباره عن محلول مائي. تلقائيا مش بحاجه لضغوط جويه كبيره، الضغوط الجويه الكبيره ما بكون عندك كله غازات. هلا هون بيجي عندي اخر جزء اللي هو هذا الجزء اللي هو خاص في الام تي بي اي، مثل تيرشر بيوت الايثر. مثل تيرشر بيوت الايثر هذا المركب اللي هو يستخدم في تحسين الجازولين، امبورتنت ان ليد فري جازولين. هذا عباره عن المحسن البوستر، حكينا عنه. يحضر من ايش الان؟ هي 1 2 3، هذه طبعا اسوبيوتين مع الميثانول على درجات ريليتيفلي منخفضه. هلا تيم نفس الشيء، لكن بدل ما تستخدم هذا البيوتين تستخدم الان بنتين، 1 2 3 وكمان 2 5. الان تحصل الان تيرشري امل مثل ايثر. هلا هذا هو المركب. هلا من المركبات الهامه جدا ايضا اللي هو دي ام سي. دي ام سي الان اللي هو عباره عن سولفنت. هذا السولفنت يحضر مباشره باستخدام الميثانول او من الميثانول هذا المركب. ايش هذا المركب الان؟ هذا المركب اسمه فوسجين. هذا مركب الفوسجين اللي هو مركب سام جدا يحضر من خلط الكلور مع كربون مونوكسيد. انا بدي احط بين قوسين هون Cl2+CO. Cl2 هو الكلور، CO كربون مونوكسيد. إذا أخذت التنين مع بعضهم البعض ينتج عندك مباشرة اللي هو هذا المركب اللي هو اسمه الفوسجين. اللي هو هذا الفوسجين الآن إذا فوعل مع هذا المركب ينتج عندي مباشرة داي مثل كربونيت. هلا إيش هو الكربونيت؟ CO3. تحت بدي اكتب الان صوديوم كربونيت، فبدي اكتب الان هون Na2CO3. اعدلها عشان بس شو اسمه 2 بدي احطها سبسكريبت، 3 كمان هاي سبسكريبت. هلا بدي اكتب مباشرة امامها. اذا كان عندي ولنفترض بدل الصوديوم مثل جروب شو بكون الان؟ بكون عندي مثل 2CO3. ايش الان هذا المركب؟ هذا المركب اللي هو اسمه داي مثل كربونيت، هذا صوديوم كربونيت، هذا داي مثل كربونيت.